بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اسامة عزت من قناة يلا نصلح. النهاردة يا جماعة احنا برضو في محل نسر البرية اللي هو تفصيل الستاير وتفصيل غطيان السيارات. النهاردة جايين نفصل ستارة وهنعرف تفاصيل تفصيل الستارة التندة اللي احنا اشرنا عليها في فيديوهات قبل كده. ومعانا الاستاذ ابانوب هيقول لنا دلوقتي على القماشة اللي هنختارها. السلام عليكم. ازيك يا استاذ ابانوب؟ احنا كان لنا لقاء سابق قبل كده عرضنا فيه اسعار اقمشه المحل هنا، واخد بال حضرتك. فالنهارده جايين نختار ستاره نعملها نفس الستاره اللي احنا عملناها النوبه اللي فاتت بتاعه ستاره التندة. فكنا عايزين نختار نوع من القماشه الثقيله ديت. القماشه الثقيله دي وصل فيها السعر كام النهارده؟ الخفيف منها 30 يا فندم، والثقيل منها 40. الخفيف منها اللي هو المعتاد في السوق اللي عند المنجدين مثلا وكده بالظبط، وبيتعرض بالظبط بره وبيقولوا ب 30 جنيه ومبوظ بيه السوق بالظبط كده. تمام بالزبط. في فرق يا جماعه في تخانه القماشه هنا اهي، شايفين تخانه القماشه دي؟ القماشه دي تقيله، بتختلف عن القماشه اللي احنا شايفينها دي. توريها لنا كده استاذ ابنوب بعد اذنك. القماشه الخفيفه، دي قماشه خفيفه اللي هي ام 30. ده في منها كمان ب 10 جنيه و15 جنيه، في منها ب 10 و15 جنيه. تمام. القماشه حضرتك تمسكها يعني مع الشمس مش هتستحمل اي حاجه. طبعا مع الشمس والمطر يا جماعه بتبقى عامله زي المنخل بالظبط. وبتبقى عامله زي بفره السيجاره، بتفرك على طول مع الشمس. اما في فرق طبعا في القماشه اللي احنا مختارينها دي النهارده اللي هنفصل منها الستارة التندة، زي ما انتوا شايفين كده قماشة تقيلة فعلا. دي المتر منها ب40 جنيه، وبتتباع بره طبعا ب50 و60 جنيه، بيتقال عليها ب50 و60 جنيه. ده اللي احنا شفناه بره في المحلات طبعا. وهنا ارخص محل يا جماعة شفته بصراحة. ده يعني الستاره دي برضو بتتجاب من حاجه اسمها قماش الخيام. قماش الخيام ده لما حضرتك بتسافر مثلا صحراء، بتعمل حضرتك عايز تعمل مكان تبات فيه ولا اي حاجه، ده قماش الخيم، بتعمل خيمه. ده قماش الخيم ده اللي بيستحمل الشمس. ايه قصدك يعني؟ فانا بحطه في صحراء، بيستحمل في الصحراء في الشمس. لو جبته بقى في ستاره بلكونه بيجي عليها مثلا شمس ساعتين ثلاثه، ومش برده مش جاي عليها دايركت 100% على وشها، فاكيد القماش انا بجيب حاجه تستحمل معايا. تمام. بدي حضرتك قماشه تعيش معاك، بدل ما تعيش معاك مثلا شهرين ثلاثه، بدي حضرتك قماشه تستحمل معاك 4 سنين 5 سنين. تمام. طيب ده سعر اللي هو القماش خام يا جماعه 40 جنيه المتر، طبعا غير تفصيله يا استاذ ابانوب. طبعا التفصيل بيبقى كام على المتر؟ بيبقى المتر 10 جنيه. المتر 10 جنيه بالزبط. تفصيل بالزبط. طبعا خياطه جينز ومفيش خياطه، وبالكباسين وكل حاجه بيجي بس على الترتيب. حضرتك يا دوب بس بتحط فيه الترتيب بتاع حضرتك. وزي ما اشرنا يا جماعه في الفيديو اللي فات قبل كده ان احنا قلنا في خدمه الدليفري بالظبط، يعني ممكن سعادتك تروح تاخد مقاس البلكونه وتوصل الستاره وتركبها للزبون. احنا بنروح بناخد مقاساتنا بالظبط عشان نعمل احنا الحاجه مظبوطه، وبرضه بنروح نسلمها على التركيب. لو مطلوب مننا ان احنا نركبها بنركبها، ما فيش اي مشكله خالص. تمام. ده مقابل ايه طيب اللي انت بتروح وبتيجي وكده؟ بيبقى فيه مقابل ولا بدون مقابل؟ هو بس مصاريف الشحن بس، التوصيل. لكن انا مثلا لما بروح من المعاينه من غير فلوس. مصاريف الشحن اللي هي توصيل الستاره تركبها بس بالظبط. تمام. طيب دلوقتي هنشوف مراحل تفصيل الستاره يا جماعه مع بعضنا، خليكم معانا. ودلوقتي يا جماعه رجعنا لكم تاني مع اول مرحله من تفصيل الستاره التندة، ومعانا الاستاذ محمد هنا اهو. بعد ما اخترنا طبعا نوعيه القماش وخدنا مقاس البلكونه اللي هي 3.5 متر، طبعا عرض الرول دوت 1.50 متر، هناخد 3 حتت في 2.5 متر اللي هو ارتفاع البلكونه، هناخد حتتين في الجنب، والحته الثالثه دي هنقسمها بالنص، هتتخيط حته في الجنب التا والجنب ده. هنشوف دلوقتي مع بعض المراحل. دلوقتي اول مرحله اللي هي قص القماش، بص محمد هيقص لنا دلوقتي 3 حتت في 2.5 متر. دي اول حته كده يا استاذ محمد ان شاء الله. دي اول حته يا جماعه اهي 2.5 متر، هنقص حته تاني 2.5 متر. ها
هنشوف مع بعض الحته التالته دلوقتي هنعملها ازاي بعد ما نخلص قص. طبعا على حسب ارتفاع البلكونه عندك وعلى حسب عرض البلكونه، يعني انا عندي عرض البلكونه 3.5 متر، فطبعا لو خدت حتتين بس هيبقوا 3 متر، فلازم اخد الحته الثالثه عشان اخد نصها واخيط حته في الجنب ده واخيط حته في الجنب ده. تمام كده الثلاث حتت يا استاذ محمد؟ تمام. طيب هنشق بقى الحته الثالثه دي، هتبقى بالطول اهو زي ما انتم شايفين كده الاستاذ محمد هيشق لنا الحته الثالثه دي بالطول، هتديني عرض 75 سنتي مع 1.5 متر، هتبقى الحتة عرضها 2.25 متر. طب هنبدأ بقى نوصل يا استاذ محمد أول حتة مع الحتة اللي هي ال 75 سنتي اللي شقيناها ديت. كده الاستاذ محمد اهو رايح على المكنة اهو يا جماعة، وهنبدأ نوصل الحتة اللي هي 1.5 متر عرض في 75 عرض عشان تديني 2.25 متر. دي كانت اول مرحلة يا جماعة اللي هو قص القماش وتوصيله ببعض. بعد ما هنوصل القماش يا جماعة وهنتني التانيات اللي هي فوق وتحت، هنبدأ دلوقتي المرحلة التانية وهنشوف مع بعض ازاي هنعمل الشريط اللي بيتخيط دوت وبيتخيط عليه الكنار. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للنهاية. طبعا وجينا للمرحلة التانية يا جماعة من تفصيل الستارة بعد ما عملنا التانيات بتاعة الستارة التانية اللي فوق دي اللي هي بالعرض ديت اللي هيركب فيها الحلق، وطبعا تانينا من التلات أجناب تانية صغيرة. هنيجي لمرحلة تركيب الشريط اللي هو هيركب في الماسورة اللي تحت عشان يحكم الستارة. طبعا احنا واخدين مقاس الماسورة اللي فوق لغاية الماسورة اللي هتركب على المناشر 1.5 متر. الاستاذ محمد دلوقتي هيقيس لنا 1.5 متر من فوق من اول الستاره من اول الثانيه العريضه 1.5 متر، وهنركب عليها الشريط. الشريط بتاعنا هيبقى في 0.5 متر بالظبط زي ما انتم شايفين كده اهو. هنخيط الشريط بعرض الستاره، الاستاذ محمد هيخيطها لنا دلوقتي اهو. طبعا الفكره دي يا جماعه عشان تحكم الستاره في الماسورة من تحت ما تخليهاش تطير، واقدر المها زي التندة بالظبط. خد لنا الخياطة بالعرض اهو في الاول الشريط على 1.5 متر، وهنبدأ نخيط الجنب التاني برضو، ولا هيخيطها لنا على طول يا استاذ محمد؟ هتخيط على طول يا استاذ محمد؟ ان شاء الله. ماشي تمام. طبعا اهم حاجة يا جماعة في الخياطة ديت لازم الخياطة تبقى عدلة، الشريط يبقى راكب عدل ما يبقاش جايب ميل وما يكونش فيه كشكشة في القماش. صح استاذ محمد ولا ايه؟ صح. تمام. هنركب الشريط يا جماعة زي ما انتم شفتوا كده، وهرجع لكم تاني هوريكم الكنار هيركب على الشريط ازاي. وده يا جماعه منظر الشريط بعد ما ركب اهوت زي ما انتم شايفينه اتخيط من الجنبين. دلوقتي لقينا المنظر مش كويس فهنركب كنار هنا من نفس نوع القماش. هنشوف مع بعض دلوقتي هنقص ازاي الكنار دوت. معانا الاستاذ محمد اهو هيقص لنا الكنار. ورينا كده يا استاذ محمد هتعمل ايه في الكنار دوت. هنقص. ايوه علي صوتك شويه يا استاذ محمد بعد اذنك. 20 سنتي كده بعرض القماش. تمام. عشان القلم يجي على القلم. انت كده هتقص حتتين بقى يا استاذ محمد عشان يتلحموا ببعض طبعا. تمام.
كده احنا عايزين اربع حتت يا استاذ محمد، حتتين للفرده دي وحتتين للفرده الثانيه. تمام مظبوط. طيب هنقص الاربع حتت دول يا جماعه وهنرجع لكم هنوريكم هنعمل فيهم ايه. طبعا وبعد ما جمعنا مقطعنا الاربع حتت يا جماعه هنجمع كل حتتين مع بعض. استاذ محمد اهو بيجمعهم مع بعض اهو. بعد كده هتعمل فيهم ايه يا استاذ محمد؟ ركبهم بقى على الشريط. لا قبل ما تركبهم على الشريط هتعمل هتنحرفهم زي كده دلوقتي. هتتني الطرف بتاعهم يمين وشمال زي كده. كده هنتني الطرف بتاعهم يا جماعه اهو من الناحيه دي ومن الناحيه دي. هنتني الطرف دوت ونرجع له. طبعا يا جماعه هنغطي الشريط دهوت بالكنار اللي احنا قلنا عليه زي ما انتم شايفين كده اهو. الاستاذ محمد هيغطي الشريط بعد اذنك يا استاذ محمد. بس نشوف الشريط من تحت اهو. وادي الكنار اهو اللي هيركب القلم على القلم اهو يا جماعه ماشي اهو. ده هيبقى الشكل من جوه الستار. تمام ماشي يا استاذ محمد شغال بيتخيط من الجنبين. طبعا يا جماعه كده دارينا الشريط خالص وهنروح بقى لمرحله التفتيح وتركيب الوش بتاع الحلق دوت مع الاستاذه بنوبه. هيشرح لنا ازاي بيركب الحلق اللي فوق والوش اللي هيركب في الشريط دوت. تابعوني وخليكم معايا يا جماعه. وصلنا لمرحله الكباسين مع الاستاذه بنوب، هو اللي ماسك موضوع الكباسين دي. هيشرح لنا ازاي دلوقتي بيعمل عمليه الكباسين ديت في الستاره اللي هتعلق فيها في الحلق فوق في الماسوره من فوق. اتفضل يا استاذه بنوب معايا كده. الكباسين بتكون اخر حاجه، فانا بجيب حاجه خاصه بيا وشاكوش بفتح فتحه على قد الحلقه اللي هتكون حاططها في اللي هي تتعلق فيها. اشوف الاسطمبه اللي معاك دي كده يا استاذ املوب بعد اذنك توريهاني اللي انت فتحت بيها الفتحه في القماش. دي اللي بنفتح بيها الفتحه في القماش وبعد كده بنركب الكبسوله. مظبوط طيب كده انت فتحت الفتحه خلاص صح؟ بالظبط انا فتحت الفتحه كده خلاص. فاروح جايب الكبسوله، دي حاجه اسمها مكبس. تمام بجيب الكبسوله بخلي وشها من بره كده اهو. في وش بيركب عليها من جوه تاني بيقفل على الكبسوله. بالظبط تمام كده. وبتخش بيها على المكبس. بالظبط كده واروح كابسها بسطنها واروح كابسها. تمام دي اللي هيتعلق منها الستاره من فوق يا جماعه مع الحلقه. بالظبط تبقى بالمنظر دوت. بالظبط دي اخر مرحله في الستاره. وفي مرحله الوش بقى اللي هنركب فيها الشريط اللي احنا خيطناه اللي هيحكم للستاره من تحت. وده طبعا تركيب الستاره كنت عامل بيه فيديو قبل كده، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف تحت، يا ريت تبصوا عليه عشان تعرفوا الستاره دي بتركب ازاي اللي هي الستاره التانده. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اشكركم على المشاهده، شكرا.